والمخصصة للحقائق، إشارة مميزة جدا من شخص مميز. نشكر جميع الداعمين والقائمين وراء إنجاح هذه الشارة. الله 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 الله، ننتظر في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط الرابع عشر، وهذا الشوط كما تعلمون لا يقل أهمية عن الأشواط الماضية والفائتة. يحمل هذا الشوط فئة القعادين. ننتظر إذن انطلاقة هذا الشوط في هذه اللحظات. إذن بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله عليه نتوكل وبه نستعين، ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد في الأمور كلها. انطلق مع أول المنطلقين لأرى هناك شاهين لسيف بن محمد بن دايل النعيمي، يغازل المقدمة في هذه اللحظات اللي في ثاني المراكز. جاوز في هذه اللحظات، أرى شاهين أيضا لمحمد بن حسن الكعبي، غير إلى مقدمة هذا الشوط. يبقى إذا شاهين هناك لسيف بن محمد بن دايل النعيمي في ثاني المراكز، وأرى أيضا الوصول من جانب ثالث المراكز، هذا اللي واصل كلاس لمحمد بن حمد بن مبارك البخيت مع كلاس. ورابع مراكزنا هناك مع شاهين لراشد بن سعيد آلف هيدان. الله 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 الله، السلالة الشاهينية إذن تهيمن هنا على أرضية هذا الميدان وفي هذا الشوط، شوط الشواهين. أغلب الأسماء المسجلة لدي في الكشف شاهين شاهين وشاهين، واللي في المقدمة إذن أيضا شاهين، وتعود ملكيته لمحمد بن حسن الكعبي في الصدارة. الكعبي في المقدمة في هذه اللحظات، لازم لا يقود هذا الجمع الكريم وسط هذا الحضور الجماعي الجماهيري الغفير. انطلق بعد ما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة المضمرين والمسايرين والخبراء، خبراء التضمير. انطلق مع اللي هناك من الجانب الأيمن، بدأ يجاوز هذا شاهين لراشد بن سعيد آلف هيدان إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة، باحثا عن الفوز ليهديه لمالكه ولمضمره ولمن يعتني به. شاهين إذا لراشد بن سعيد آلف هيدان يليه على ثاني المراكز، أيضا شاهين لمحمد بن حسن الكعبي وفي ثالث المراكز. هذا كلاس الواصل هناك يكلس ويكرس جميع جهوده من أجل الحصول على ناموس هذا الشوط لمحمد بن حمد بن مبارك آل بخيت. ولكن خلوني مع الصدارة، خلوني مع الريادة، خلوني مع القيادة. الله 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 الله، شاهين إذن لراشد بن سعيد آلف هيدان، من يرقص في المقدمة وحيدا حبا وطربا للفوز، حبا وطربا للناموس بدون أي مرافقين، وحيدا في المقدمة يرقص هذا الرقص الجميل في الصدارة. ولكن حذاري من كلاس، وقد أعذر من أنذر، كلاس في ثاني المراكز، ما يطمن كلاس، ما يطمن كلاس. ولكن شاهين لا زال مسيطرا على زمام الأمور، زمام الأمور. ولكن كلاس واصل، واللي واصل هذا شاهين لراكان بن راكان المزدور، واصل راكان، غير راكان، فرق الصفوف في زحف الزحوف مع شاهين. تهانينا والناموس لمالك شاهين راكان المزدور، وفي ثاني المراكز اللي ما قصر كلاس لمحمد بن حمد بن مبارك آل بخيت، وفي ثالث المراكز اللي ما قصر هذا شاهين لعلي بن صالح بن ملهيه. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3:05.74 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.